وصلت اليوم إلى مدينة العريش المصرية الطائرة 10 التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي للأشقاء في غزة، وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية وأربع سيارات إسعاف. وتأتي هذه المبادرة من الجمعية الكويتية للإغاثة التنسيق مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية، انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة. توافقا بين الموقف الرسمي والشعبي وانطلاقا من دولة الإنسانية دولة الكويت، واصل الجسر الجوي الكويتي طيرانه إلى مدينة العريش المصرية لنقل المساعدات الإغاثية المختلفة إلى الشعب الفلسطيني، حيث وصلت لمطار العريش اليوم الطائرة 10 التي تحمل المساعدات التي أعدتها أكثر من 20 جمعية خيرية، وبحمولة تزن 40 طنا من المساعدات بالإضافة لأربع سيارات إسعاف. وكان في استقبال الطائرة 10 وفد من سفارة دولة الكويت بالقاهرة. حمولة 40 طن ما بين أربع سيارات إسعاف والمستلزمات الطبية. طبعا احنا مستمرين في الجسر الجوي إلى أن إن شاء الله يعني تنتهي الحرب وتنتهي الأزمة اللي يعانون منها أخواننا. غزة نادتنا وشعب الكويت أميرا وحكومة وشعبا لبوا هذا النداء. هي عربون محبة وأخوة ووقوف كل شعب الكويت مع أهلنا الذين يعانون المعاناة الإنسانية الكبيرة داخل قطاع غزة. الكويت بجانب الشعب الفلسطيني من أول يوم في هذه المحنة اللي تعرضت لها، وكانت المساعدات الكويتية ولله الحمد من أول المساعدات اللي تم وصولها إلى جمهورية مصر وإلى داخل غزة. وصول الطائرة 10 من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني تكون قد بلغت حتى الآن 280 طنا من المساعدات المتنوعة، وهو ما يعكس تضامن دولة الكويت رسميا وشعبيا وإنسانيا مع القضية الفلسطينية. ساهمنا بدعم من الهيئة الخيرية وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الأخرى في توصيل المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش لتوصيلها إلى أخواننا في غزة، من خلال تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني وتحت إشراف سفارة دولة الكويت. تأكدوا أن أمواتكم تصل، وإن شاء الله راح تخفف من معاناة أخواننا في غزة كما عهدتونا في كل الأزمات السابقة. ولله الحمد أود أن أذكر حالة فريدة في الكويت، وهي أن أينما تذهب إلى شخص ذو حاجة إلا وتجد جمعية خيرية كويتية تسبق. من ناحية أخرى، استقبل معبر رفح اليوم أول مجموعة من جرحى الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطيني، حيث استقبل مستشفى الشيخ زويد ما يزيد عن 80 مصابا، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السلطات المصرية. تواصل دولة الكويت القيام بدورها على كافة المحاور لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني المحاصر، ويأتي الجسر الجوي ليعطي رسالة تضامن من دولة الكويت إلى فلسطين الجريحة، عنوانها نحن معكم ولن نترككم لأن فلسطين في القلب. من مطار العريش ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت.